نقدم لكم عن موديل جديد من محل خالتي زهرة. خالتي زهرة من قطعتين. أحسنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غالياتي. اليوم مع طقم المؤنسات الغاليات، وكما تشاهدن الطقم يتكون من قطعتين اللي هما العباءة والميني خمار اللي دايرين فيه بابيون، وهاد الشوشة اللي مخدومة بالعقيق. وكيف ما كتشاهدوا معنا العارضتين الجميلتين ما شاء الله تبارك الرحمن، بنوتاتي القمرات اسلام وريتاج. هيا رتوجي لبست لكم اللون البلوسيل. وعطرها يبقى إذا مست أيادي. لا لا اسقط جهة اسقط جهة. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تنسي أختي الغالية حين مشاهدتك لهذا الفيديو أن تذكري الله عز وجل وأن تسمي الله عز وجل وأن تقولي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تنسي أيضا أن تضغطي على زر الاشتراك ليصلك كل جديد، وأكيد الضغط على الجرس. وكان هذا هو الموديل أو الطقم المؤنسات الغاليات. كانت معكم أختكم زهرة ناطني وحبيباتي القمرات إسلام وريتاج. وقبل أن تغادري هذا الفيديو لا تنسي أن تتركي دعوة بأن يوفقني الله عز وجل ليتممن حفظهن كتاب الله عز وجل على يدي، فهذه من أحد أكبر أمنياتي التي أتمناها في هذه الدنيا. وصلت معكن لنهاية الفيديو، استودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتن في حفظ الرحمن ورعايته غاليتي. السلام عليكم.